وايه رأيك بقى دلوقتي؟ فاجئتك صح؟ طلعت انا شاطر المرة دي وحياتك، ورجعتك غريب عني، وانا عارف بانك مش هتتوقع بان اقدر اخليك حد معرفوش، لكني قدرت. ضمانك ان اكون وياك ضمان مغشوش، وديني بعدت ووعد انا مني ما هترجع تكون ليا. لو انت مفكر ان انا هفضل اللعبة اللي ملك ايديك تمشيها بمزاجك توقفها بمزاجك، اهي اللعبة اللي كانت ليك بقت هي اللي لعبت بيك. زمان انا ياما حذرتك ونبهتك بلاش تكذب عليا فيهم، والا كرامتي مش هسمح. صرحني باي كذبة عملتها، لكن ما تكذبش. لو انت مفكر ان الكذب عادي معاك، فبالنسبه لي مش عادي، ده بالنسبه لي حياه او موت. لو انت مفكر ان كرامتي هتسيبك تقلل منها، فلسه انت ما تعرفنيش. انا بمبدا غيرك اصراحه، انا وانت يا اما طريقنا مش واحد. هامن نفسي ليك ازاي وانا شايفك بمليون وش ومليون لون؟ وجودك تاني في حياتي ملوش لزوم، عشان انا ياما عديت لك، لكن ده المرض كان فيك. تقول لي خلاص انا بقيت واحد تاني، ولا ان التاني هو انت، فبكفايه اجيب لك صبري تاني منين؟ انا طاقتي معاك خلصت، ما عندش عاوز ان افضل اكون وياك، فشوف لك حد يبقى معاك ويستحمل وجع كدبك. انا ساعة ما احب بجد بكون اطيب واحد على الارض، وساعة لما احس ان اللي قدامي ده منطبتي بكون اقوى واحد على الارض. مفيش زرعة هتديك خيرها من غير مية ترويها، يجوز دلوقتي تفهمني، لكن وقت العتاب عدى.